السلام عليكم. اليوم نهضروا على بعض الامور اللي توجد بها الفمال تاعك وتلحق بها الفمال تاعك في الوقت الطبيعي اللي راني نقصد به الربيع، يعني اواخر فيفري مارس ابريل ماي حتى جويليا واوت، هذا هو الوقت الطبيعي اللي تكوكلي فيه الفمال. اما الشاذ لا يقاس عليه، يعني كاينين مقالن يكوبليو في فيفري، يكوبليو في جونفي، يكوبليو في ديسمبر، في كوبلي في اي شهر، هذاك مقنين موش طبيعي. الوقت الطبيعي نتاع المقنين اللي كوبلي فيه هو في الربيع. دوك نهضروا على هذه السيبيا. السيبيا مين جيبها؟ هي اصلا ينحيوها الحواته من واحد نوع من الاسماك يسميوه السيبيا، يشبه الحبار، وهي اصلا يسميوها عظم الحبار. السمكه اللي جيبوها منها اسمها السيبيا. هذه السيبيا انت واش ديرها؟ اول من جيبها من السوق، ولا جيبها من اللي يبيعوا الحوايج تاع لعال. كي تجيبها اغسلها لانه فيها مخلفات تاع البحر، فيها الاملاح تاع البحر بزاف، فيها الريحه تاع الحوت، فيها امور بزاف ماذا انت في غنى عنها، قادره دير لك مشاكل المقنين. انت كي تجيبها اغسلها كيما هاك، اغسلها خويا، اغسلها. عندك عده طرق لاستعملها. هذا مصدر رئيسي للكالسيوم للمقنين، سيرتو الفمال. الفمال درك تحتاج المقنين بصفه غير طبيعيه. شوف هذه تقدر تجيب موس وتبرشها. درك نعطيك مثال، تقدر مثلا تجيب موس كيما هكذا، موس وتبرشها، هي سهله مره في الاخر. كي تبرشها صرا لها كيما هاك. هذه تقدر تخلطها لها بودر، هذا تقدر تخلطه مع لوز، تقدر تخلطه مع اللوز والجوز، واللوز والجوز تجيبهم وترحيهم وتعطي لها بشويه في القودي خطره في السمانه، والله تديرها كمصدر دائم في الكاجا. مصدر دائم تقطع طرف منها وديرو في الكاجات، تخلي لها ديما تاكل منه، توالف تاكل منه، ديما تاكل منه. هذا مصدر دائم للكالسيوم. الكالسيوم رايحه تحتاجه بزاف، هو المصدر الرئيسي، يعني باه تربي به الساروت، تربي به العنقود تاع البيض، تربي به العنقود تاع البيض، باه في الكوبلاج ما يصرالكش مشاكل تاع ان الفماله تبني العش وتقعد شهر وشهرين وقاعده في العش وما كان لا بيض لا والو. هذا هو المشكل الرئيسي، لازم لك توفر الكالسيوم من درك، يعني مدار العام، مش غير من درك، مدار العام لازم الكالسيوم كاين للفمال. هذه الحاجه الاولى اللي نهضروا عليها، الكالسيوم ثم الكالسيوم. الحاجه الدوزيام، لازم لك تكون الفماله تاعك مش مريضه، لازم تكون الفمال تاعك مش مريضه باه تكوبلي لك بأريحية. كاين حاجه ثانيه ديرها كمصدر للكالسيوم وتعاون في الهضم، تقدر تجيب الفرتات تاع الحصبه والحجره، او يتباع عند صحاب الوعال، تلقاه يبيع لك كميه حق ما تحتاج انت، تجيبها ديرها في قوديك من هذا، ديرها وتخليها ديما في الكاج، تحط هذا في الكاج وتخليه العام ياكلوا منه، يساعدهم في الماكلة، يرحيو به الحبوب، وثاني كمصدر الكالسيوم. إذا ما لقيتش تقدر تجيب هذه أمور تاع كيما نقولو تاع البحر، والله اللي بعاد على البحر والله ما يقدر يشري من عند صحاب الحوانت، اللي ما لقاش يقدر يجيب كيما هذه، والله البوج قللو كيما نقولو هنا، الحلزون، العظام تاع الحلزون، ترحيهم مليح، هذو مصدر ثاني للكالسيوم. تمدوا للفمال تاعك ولا للمال، هل نهضر لك الامور هذه في زوج راه مشتركه، للمال ولا للفمال، هذو زوج حوايج. كاين امر ثاني جربته انا ونجح لي بزاف، اللي هو هذا عرق السوس، يعني معجزه من معجزات الطبيعه، عنده رائحة تسخف، يعني هو يستعملوه البشر. يعني وش هي الفوائد تاعو؟ الفوائد تاعو هذا مضاد حيوي طبيعي. نزيدك، هذا يداوي الامعاء تاع الطير باسرع وقت ممكن، هذا في ظرف 24 ساعه 48 ساعه يكون المقنين تاعك مريض بالمزور، سي يا خويا ورجع لي النتيجه. اذا لقيت هضرتي غلط قول لي راك غلط، راني نقبل النقد عادي،
عادي، اللي يلقى هدرتي غلطة قرر غلط في الأمر هذا. وهذه تجارب أنا جربته لقيته عنده فائدة عظيمة للمصور. هذا تنحي طرف منه كيما هكذا، تفرته في بيفات تاعمه وتخليه له يومين كحد يعني أقصى، يعني يومين، لأنه فيما بعد رايح يفسد، سيرتو في السخانة. في السخانة ما تفوتش 24 ساعة، سيرتو في فترة صيف ما تفوتش 24 ساعة. طرف كي من هذا يكفي ويساعد، يساعد بزاف المقنين به يوجد. لا، لأنه الماء هذا يداوي المزور، والمقنين كي يعود موش مريض يكوبي لك خويا، يكوبي لك، وفيه دي فيتامين بزاف. هذا ثاني يساعد في الجروح، ثاني تاع القرحات المعديه تاعو، كي يعود المقنين المسور تاعو مجروحين ولا القولون سوا تاعو مشترحي مليح، يعاون بزاف، يعاون بزاف. صح، سيرتو الفمال يجي شنو يوجدها لك في اسرع وقت ممكن. وكاين امر يعني لمن استطاع اليه سبيل، لانه يعني شوي غالي، هذا عسل حر. عسل حر تقدر تستعمل مقدار صغير منه، قيس هكذا الراس تاع الموس، تجيب الراس تاع الموس تديرو في الحاشيه التحتانيه تاع البيفات، بيفات كي من هذه، بيفات كي من هذه، تحط شويه عسل اللهنة في الحاشيه ودير الماء تاعك، دير الماء تاعك هنا وتخليه، تخليه على الاقل يومين، على الاقل يومين يشرب منه المقنين تاعك والفمال هذا. وشن هي العسل، العسل وشن هي الدور تاعو في التجهيز تاع الحسون. انا نهضر لكم على امور طبيعيه، مانيش نجيب لكم في دواوات كيما راه دي الجماع. اصلا انا مانيش ضد الدواء، وانما المضار نتاعو اكثر من المنافع تاعو. وباش تخدم بالدواء لازم تكون خبير صح، ورايح تعيا وتصرف مجهود ومال على مقنين ممكن فيما بعد رايح تروح له المناعه تاعو اصلا من الدواء. هذه امور طبيعيه. هذا عسل تاع نحله طبيعي، موش تاع اللي يتباع للسكر ولا القاطو، هذا عسل نحله طبيعي، ديرو في البيبات وتخليه له يا خويا يومين وتشوف النتيجة. هذا مهيج طبيعي، مهيج هذا يوجد لك المقنين عجب عجب. هذه ربي يبارك هاني هاون توجور ناكل منها انا ونوكل منها اللعال تاعي. هذا، هذا مذكور في القرآن وفيه فوائد جمع، فيه فوائد بزاف يساعد لك. شوف هذا اصلا هذا يعالج الكبد، يعالج تليف الكبد. الكبد انا واحد من الناس عانيت فيها، اني استعملت الادويه من قبل وجربت كل شيء ولقيت نتيجه بلي الادويه ما كانش منها، لانه معظمها مضروب، معظمها يعني موش لوريجينال ويقدر يدير لك مشاكل بزاف. هذا داوي به الكبده، هذا يجيب لك الكبده تداويها مليار. زيد هذا للامعاء كما قلنا ويعاون في الوجادة. هذا مصدر كالسيوم دائم، هذه في حالة ما توفرتش على الحصبة المرحية. لكن لقيت الحصبة المرحية هاي رخيصة، يعني أمور رخيصة في متناول الجميع إن شاء الله. تدير الحصبة هنا وتخليها له على مدار العام. واش راح نزيدكم ثاني؟ تقدر كما قلت لكم ترحي هذا، ديري تقلبو غبرة، غبرة كيما هكذا، كيما هكذا، وتمدها مع اللوز والجوز مطحونين، ثاني يوجد لك الفمال روعة الله يبارك. وتوجدها ثاني للوقت الكوبلاج، تولي تطعم لك الفروخة تاعك باللوز والجوز، يطلعوا بون سونتي الله يبارك. عندي فروخة انا طلعتهم باللوز والجوز ربي يبارك، خرجوا قوة، قوة الله يبارك قوة. ومكانش يعني اللي اشكالي، مش مكانش اللي اشكي بعت له فرخ، فرخ يعني القناة تاني مش مديرها البيع ولا الشراء، وإنما نهدر أنا لما نبيع نبيع للخارج. هنا رانا القناة هذي راهي تعليمية تثقيفية، نتبادل الخبرات إن شاء الله. الخبرة تاعي أنا راني مدلكم فيها، واش استفدت أنا مع المقنين طيل السنوات هذي نمدلكم فيها. هذه، هذه بعض الأمور هدرنا عليها، وبإذن الله راح تكون عندنا أمور أخرى إن شاء الله. كل ما يتوفر شيء وكل ما تكون كاينة فكرة رانا ندعموكم بها ان شاء الله. وما تنسوش دعمونا القناة واشتركوا فيها، واللي يعجبو الفيديو يستفاد منه يدعي لنا معاه ويدير لنا جام، يشترك في القناة ويفعل الجرس عليك باش كل ما يلحق جديد، يلحق فيديو جديد تكون من الاوائل اللي يشوفوها. وشكرا وربي يوفق الجميع ان شاء الله.